نذهب مباشرة إلى جلسة مجلس النواب ونشاهد هذه الوقائع مباشرة من هناك حسب ما ورد من الدائرة الإعلامية، فإلى هناك. علي عبد حمد الطائي، عمر أحمد كريم البرزنتشي، فائزة جبار محمد بابا خان، سعد جميل ناصر المراد، علي عباس رسن، طه حميد رشيد، فتحية فتح الله حسن، خالد مصطفى حسين، عبد العزيز أحمد محمد خلف الجبوري، لامعة جمال الطلباني. وأيضا ورد إلينا طلب بسحب الترشيح من السيد ريبر أحمد خالد إلى السيد رئيس مجلس النواب، الموضوع سحب ترشيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل تحقيق التوافق الوطني وخدمة لمصالح البلد والمواطنين، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بطلب سحب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، راجياً التفضل بالموافقة وإجراء اللازم مع التقدير. أيضاً وصل طلب سحب ترشيح السيد رئيس مجلس النواب، سحب ترشيح مقدم من قبل السيد عمر البرزنتشي. توكلت على الله وأعلنت ترشيحي لمنصب رئاسة الجمهورية كمرشح مستقل استناداً لأحكام مادة 68 من الدستور وحديث مطول مفصل مفادة. أعلن سحب ترشيحي لهذا المنصب في نهاية الحديث، أعلن سحب ترشيحي لهذا المنصب لأجل تغليب المصلحة العليا للشعب والوطن، وأرجو الموافقة على إعلان ذلك رسميا، معاهدا الله تعالى والشعب بأن أبقى مخلصا أخدم وطني في أي موقع كنت، إلى نهاية الطلب. بالتالي أصبح عدد المرشحين الذين سيتم انتخابهم من خلال الاقتراع السري من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس هم 39 مرشح. استناداً لأحكام المادة 68 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة 5 ثانية من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 ذكرت الأسماء، هو يجب أن يتم إعلان الأسماء، ذكرت الأسماء إلى السيدات والسادة أعضاء المجلس. أود أيضاً أن نوضح أنه يجب أن يحصل أحد المرشحين على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، وإن لم يحصل أحد المرشحين على ثلثي أعضاء مجلس النواب والبالغ 220 عضواً في الجولة الأولى يصار إلى جولة ثانية، وفيها يتم اختيار أعلى المرشحين الاثنين الذين تم عبورهم. فقط ملاحظة، إذا ما تساوى هو المفروض اثنين يتنافسون إلى الجولة الثانية، ولكن إذا ما تساوى اثنين بالأصوات، يعني مثلاً على سبيل المثال واحد جايب 100 واثنين جايبين نفس الرقم 90، التنافس بالجولة الثانية يصير بين اللي محصلين على أعلى الأصوات ويكون عددهم 3، ولكن بالشكل الطبيعي المتنافسين 2، ويكون الفائز بمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على أعلى الأصوات في الجولة الثانية. مستعدين للإجراءات؟ إجراءات الإدارية. آلية التصويت سيتم يعني قراءة أسماء السيدات والسادة النواب، يمرون بشكل انسيابي إلى تسجيل اسمه واستلام ورقة الاقتراع، ومن ثم الذهاب إلى منصة التصويت، وبعدها الإدلاء بصوته في صندوق الاقتراع. هاي أوراق الاقتراع، راح أطلب 3 نواب يتفضلون إلى المنصة يطلعون عليها. تفضل أستاذ هريم، تفضل النائب أحمد الكناني، وتفضلي النائبة سروة، تفضلي. أحد يرغب آخر يطلع على الأوراق يشوفن؟ سيتم ذلك، بس خلي أكمل هاي الصياغة وبعدها أعطيك رأي. نائب لقمان رشيد يتفضل. لقمان رشيد يتفضل اطلع على الأوراق. سيدات سادة النواب، أحد يريد يطلع على الأوراق؟ هاي أوراق الجولة الأولى صح؟ نعم جولة. بس اطلعوا عليها شوفوا، لأن المرشحين ما رجعوا عليها.
البرلمانية المقررين، بس خلي يطلعون على طلعوا على ورق. نائب أحمد الجبوري جنابك عندك ملاحظة؟ نعم. السرية هي خيار للسيدات والسادة النواب، عليهم أن يحافظون عليه. زودوني لو عندكم ملاحظة، ما بها أي ملاحظة. سيدات سادة النواب، الاقتراع يكون بهذا الوجه، الوجه البي المربع، فقط للتوضيح الاقتراع يصير هنا. صندوق الاقتراع عرضه أمام الكاميرا وأمام سيدات سادة النواب. الموظف الأول ينزع كمامته، الموظف الأول ينزع كمامته. سيدات سادة النواب، سياق تسجيل الاسم، سحب الورقة، ورقة الاقتراع، مراسم المجلس ترافق النائب إلى منصة الاقتراع ويترك النائب يدلي بصوته يعني منفردا ويودع الورقة في صندوق الاقتراع. أكو اعتراض على أي موظف من الموظفين الحاضرين؟ أكو اعتراض على أي موظف من الموظفين الحاضرين؟ أكو اعتراض من اللي راح يوقف على الصندوق؟ مدير عام الدائرة القانونية دكتور صباح الباوي هو الواقف على الصندوق، أكو اعتراض؟ من مصدر الأوراق؟ مدير عام دائرة العلاقات مصدر الأوراق ليسلم النائب الورقة، ورقة الاقتراع، أكو اعتراض؟ التدقيق لدى مدير عام الدائرة البرلمانية أستاذ حيدر مثنى، أكو اعتراض؟ شكراً. تفضلي السيدة المقررة اتلي أسماء السيدات والسادة النواب. قبلها ثبتوا أسماء، هاي أسماء المرشحين. سيد الأمين العام، أسماء المرشحين قدموها لي قدام، خلوها جنب الكاميرا هناك يعني بعد الكاميرا حتى النواب يشوفون أسماء المرشحين، أو تخلوها مجاور للمقررة. يلا تفضل باشري بتلاوة أو بقراءة الأسماء، كل 10 أسماء يصعدون تتلين 10 أخرى وهكذا. تفضل. بسم الله. السلام عليكم. سوف نبدأ بقراءة أسماء سيدات وسادة النواب من أجل الأدلال بأصواتكم لمرشح رئاسة الجمهورية. الاسم الأول ابتسام هاشم عبد حسين إبراهيمي، إبراهيم محمد قبو هسام، أحلام رمضان فتاح إسماعيل، أحمد جاسم صابر محمد الأسدي، أحمد جواد ماضي عليوي العماري، أحمد حميد شرقي فرحان، أحمد رحيم أزرق لفتة، أحمد رشيد خلف تركي سلماني، أحمد سليم عبد الرحمن، أحمد صلال عزيز محمد،